يسوع المسيح صديق الخطأ كان مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث استضاف البرنامج عبر اتصال هاتفي الأرشمندريت نعمان رويق خور الروم الملكيين الكاثوليك في السويد، والأب فرح حجازين كاهن رعية اللاتين في رميمين، والأب طارق حجازين كاهن رعية اللاتين في المفرق. وقد أجمع الضيوف خلال اللقاء على المراجع الكتابية الكثيرة والتي تظهر يسوع المسيح صديق الخطأ، وقالوا: الكتاب المقدس غني جدا 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 بهالموضوع بالذات. نحن بنعرف انه غاية التجسد يلي صار وقت ربنا تجسد راد انه يكون صديق لهالخطأ. راد بانه يتشفع بكل اللي اذنبوا واللي وقعوا تحت نير العبودية الخطية. وكان يقول دائما هو انه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. يعني لم آتي لأدعو أبرار إلى الخطأ بل إلى التوبة. وطبعا هذا الكلام بإنجيل متى. ومع هيك نشوف بنفس الوقت بأنه ربنا يسوع المسيح صحيح هو صديق للخطأ، هو بيحب الخطأ، وهو بنفس الوقت يعني كان حازم مع كل هالمستكبرين، مع كل قساة القلوب، مع كل اللي رفضوا التوبة، وهدول كتار ويا للأسف مثل المرائين المنافقين الفريسيين يلي اعتبروا بأنه صلواتهم وقراءاتهم الروحية وتعمقهم الروحي ما هو إلا تجارة ويا للأسف. ومع هيك كان كتير رقيق ربنا، كتير متواضع مترفق. نحن بنقول بصلواتنا الجميلة: طويل الأناء كثير الرحمة، مع المكسرين، مع الضعفاء، مع المنسحقين، مع المأسورين، مع كل اللي كانوا يشتاقوا ليغيروا حياتهم بالتوبة. وهذا اللي خلى ربنا كمان من الكتاب المقدس من جملة الأشياء اللي قالها أول بداية شهادته ورسالته: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، ولأرسل المنسحقين إلى الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة. كثير شغلات، إن كان بالعهد القديم وإن كان بالعهد الجديد، منلاقي ربنا بيحكي فيها من خلال التوبة. واليوم إذا ردنا نتأمل بأشياء بسيطة جدا مع الأشخاص الكتار يلي ربنا التقاهم بالكتاب المقدس، منلاقي راد يعمل مع كل شخص نوع من علاقة شخصية، والعلاقة الشخصية كانت مهمة جدا جدا جدا. العلاقة هي اللي بدها تعطي معنى لحياة جديدة، الولادة الثانية اللي بيحكي عنها بالكتاب المقدس. ما بيكفي انه ربنا اجى محلنا خطيتنا، ما اكتفى بأنه يمحي لنا خطيتنا ويتركنا، لا، إنما بالمفهوم اليهودي كانت الخطية تعتبر نوع من مرض، وكل إنسان مريض بنظرهم معناها كان خاطئ. لذلك بنفس المفهوم ربنا وقت اللي راد إنه يمحي خطيتنا راد إنه يعطينا مقوي ضد هالخطية، خلينا نقدر نكون فعلا عم نعيش حياة جديدة. وهالحياة الجديدة من خلال شيء كتير مهم هو الإفخارستية طبعا أكيد. إن لم تأكلوا جسد ابن البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في أنفسكم، حتى وإن كنتم أصحاء. الصحة الحقيقية هي أنه نتحد مع الرب، واتحادنا مع الرب هذا أكبر دليل على أنه نحن تركنا الخطيئة وتركنا نير الخطيئة. إن ما أغضب الكتبة والفريسيين هو معاشرة يسوع للعشارين والخطأ. يسوع ليس فقط لم يطردهم من حضرته بل استجاب لمطالبهم وقبل منهم كل شهادة إيمان وثقة وتوبة. ذهب إلى بيت زكا رغم تذمرهم، دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عندهم. لم يرفض يسوع شهادة محبة تأتيه من خاطئة تائبة
أثناء وليمة أقيمت تكريما لهم، إنما غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أظهرت حبا كثيرا، وأما الذي يغفر له القليل فإنه يظهر حبا قليلا. كذلك مغفرة يسوع تجاوبت مع طلب امرأة أخذت في خطيئة، من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر. في حديثنا عن يسوع والخطأ في الإنجيل المقدس سنتكلم عن الأفكار التالية. الفكرة الأولى شمولية الخطيئة، لا يستطيع أحد أن يفلت من الخطيئة، وبالتالي فرحمة الرب وخلاصه للجميع وبدون استثناء. القديس بولس يقول لنا في رسالته إلى أهل روما، كما أن زلة إنسان واحد جرت الهلاك على جميع الناس، فكذلك بر إنسان واحد يأتي جميع الناس بالبر الذي يهب الحياة. وكما أنه بمعصية إنسان واحد جعلت جماعة كثيرة خاطئة، فكذلك بطاعة واحد تجعل جماعة كثيرة ضارة. وفي مكان آخر في الرسالة ذاتها يقول قديس بولس، فقد ورد في الكتاب ما من أحد بار لا أحد. وأما القديس يعقوب فيقول أيضا عن شمولية الخطيئة، فإن جميعا نزل كثيرا. والقديس يوحنا الحبيب يقول بالناحية في رسالته الأولى، إذا زعمنا أننا لم نخطأ جعلناه كاذبا ولم يكن كلامه فينا. الفكرة الثانية شمولية الخلاص، حيث كثرت الخطيئة طفحت النعمة. الخطيئة ليست أقوى من النعمة، لأن يسوع ومعناه المخلص، كما قال الملاك جبرائيل للقديس يوسف بعد البشارة، يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأتي بامرأتك مريم إلى بيته، إن الذي كون فيها هو من الروح القدس، وستلد ابنا فسمه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياهم. نعم، إن يسوع سينتصر على الخطية ويحرر الإنسان الخاطئ من عبودية الخطية. لقد اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله. هذه هي رغبة الله في الخلاص الشامل للإنسانية. إن الله يريد خلاص جميع الناس، والله لم يرسل ابنه إلى العالم لكي يدين به العالم، بل لكي يخلص به العالم. وها هو السيد المسيح يترجم حب الله للخاطئ بالعمل على تحقيق رغبة الآب، لئلا يدع أحدا يهلك إلا ابن الهلاك. فها هو على مثال الراعي الصالح، لا يعرف الراحة حتى يعود الخروف الضائع بأمان إلى الحظيرة. ومن أجل تحقيق ذلك فهو لا يضحي إلا بنفسه في سبيل خلاص الإنسان الخاطئ، ولا يضحي بالآخرين كما يفعل الآخرون. وقد صدق قول يوحنا المعمدان عندما أشار إلى السيد المسيح قائلا، هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. وها هو يسوع بعد قيامته من الموت وانتصاره على جميع أعدائه يوكل رسالته الخلاصية الشاملة إلى تلاميذه، إلى كنيسته، أن اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، واعدا إياهم أن يكون معهم كل الأيام إلى منتهى الدهر. بدنا نميز ما بين كلمة خاطئ وكلمة خطيئة. نعم. يعني الخطيئة بالنسبة ليسوع مرفوضة. نعم. منبوء، يعني يسوع بينبذ الخطيئة وما بيحب الخطيئة. بس يسوع بالنسبة للخاطئ بيختلف عن نظرته للخطيئة. الخطيئة مرفوضة ليسوع، بس الخاطئ مش مرفوض ولا منبوذ بالنسبة ليسوع. الخاطئ هو إنسان يسوع إجا مشانه، يعني يسوع أتى إلى العالم من أجل خلاص الإنسان وبالأخص الخاطئ. فيسوع في عنده في قلبه رحمة وشفقة لكل إنسان، وبالأخص الإنسان الخاطئ، وبالأخص أكثر الإنسان الخاطئ اللي بيبحث عن التوبة. يعني يسوع المسيح أتى للعالم ما يدين الإنسان، يسوع ما إجا حتى يدين الإنسان ولا يدين الخاطئ. يسوع أتى إلى العالم بتجسده حتى يعطي الخلاص للإنسان. نشوف بالإنجيل المقدس قديش يسوع كان يبحث عن كل إنسان حتى يرده للطريق الصح. ما كان أعطي مثال المرأة السامرية،
يسوع دخل السامرة، التقى في المرأة السامرية وغير حياتها. هلا ما كان هذا صدفي بالنسبة ليسوع، هذا كان يسوع مخطط انه يغير حياة هاي المرأة السامرية. حتى يسوع على الصليب، يسوع على الصليب كمان في لحظات الألم والموت كان بفكر بالإنسان، اليوم ستكون معي بالفردوس للص اليمين. قديش يسوع المسيح كمان كان بحياته التبشيرية، قديش كان يسوع ينتقد من زعماء اليهود الفرسيين بأنه هو إنسان كان يحب الخطأ والعشارين. على سبيل المثال يسوع يوم راح على أريحة والتقى في زكا، قال له يا زكا انزل على عجل وبدي أدخل بيتك، بدي أتعشى معك. في اللحظة هاي في لوقا 19 هذا المثل، في هاي اللحظة الناس انتقدوا إنه ليدخل دخل ليمكث في بيت إنسان خاطئ. انتقدوا، بس يسوع ما كان يهتم لأنه هاي رسالة يسوع أتى للإنسان. المرأة الخاطئة اللي مسحت رجلين يسوع وبكت، وشو كانت نظرة اليهود الفريسيين إله؟ كانت نظرة اليهود الفريسيين إله كان يحكي لو كان هذا الرجل نبيا لعلم بأن هذه المرأة مثلا خاطئة. بس يسوع ما كان يهتم لكلام الناس. إذا المسيح زي ما بحث القديس متى فصل 9، المسيح لم يأتي لكي يدعو الأبرار إلى التوبة، بل أتى ليدعو الخطأ إلى التوبة. لأن الأصحاء لا يحتاجون إلى طبيب بل المريض، والمقصود في المريض هنا هو الإنسان المريض المقبل بالخطيئة. إذا يسوع قلب كبير، قلب شفوق، قلب رحيم، يحب الإنسان بالرغم من هذا. لو كان الإنسان خاطئ، لو كان الإنسان مكبل بالخطيئة، يسوع دائما فاتح أديه يقول لنا تعالوا إلي جميعا مرهقون مثقلون خطأ، كلنا مدعوين حتى نكون في حضان الرب يسوع.